مرحبا. على خلفية المشاكل والمواجهات والاشتباكات اللي صارت بمدينة جاسم بريف درعا، شكل وجهاء المدينة مع 39 عشيرة محلية مجلس مهمته الحفاظ على الأمن وعلى السلم الأهلي، مع تشكيل موازي لقوة أمنية مشكلة من 100 رجل 100 مقاتل لفرض قرارات هي اللجنة. هذا الوضع إجا بعد فترة من عجز القوى المحلية، قوى السيطرة التابعة للنظام لفرض الأمن بالمدينة. يعني نحن عم نقصد بشكل أساسي اللواء الثامن بالإضافة للجان، لجان المركزية. هذا اللي عم يصير بجاسم صار مثله بعدة أمكنة في ريف درعا وأيضا بريف القنيطرة. دائما في مشاكل، دائما في تفلت أمني، دائما في إحساس بأنه المنطقة تحت سيطرة النظام بالاسم، لكن على الواقع هي منطقة خارجة عن السيطرة، فيها عدة تشكيلات تتحارب وتتصارع، وكل يوم في اغتيالات لعناصر أو لشخصيات أو لقوى مؤيدة للنظام، بالمقابل في اغتيالات لشخصيات كانت عم تقود مجموعات مسلحة ضد نظام بشار الأسد. بمنطقة مجاورة اللي هي السويداء، نحن يوميا عم نشوف مظاهرات بمدينة السويداء وعموم المدن الموجودة بريف المحافظة. هذا الوضع اللي صاير بجنوب سوريا هو مثال عن الحالة الحقيقية اللي عم تعيشها سوريا الخاضعة لسيطرة النظام. في سيطرة اسمية للنظام، ولكن على الأرض في قوى محلية وفي مقاتلين وفي عصابات وفي كذا وفي كذا عم يشتغلوا على الأرض. تشارلز ليستر اللي هو زميل أول ومدير برامج سوريا في معهد الشرق الأوسط بواشنطن كتب مقال نشرت مبارح وترجمت للعربية، عم يحكي فيها عن ملامح انتفاضة ممكن تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. ليستر اللي عم يحكي من موقع العارف المدقق المتابع للتفاصيل، هو ما عم يحاول يحرض، إنما عم يحاول يوصف. التوصيف جاي بناء على عدة ملامح. أولا الوضع المتفجر اللي كنت عم بحكي عنه قبل شوي، واللي ما ممكن أنه ينحسم أو ينحل إلا بناء على وجود حالة مصالحة وطنية شاملة، بناء على حالة هي إسقاط النظام الدكتاتوري المستبد اللي هو أصلاً عم يدعم سيطرة المافيات وعم يدعم الاشتباكات، وعنده سياسة ممنهجة لتصفية كل شخصية ممكن تعارض النظام أو حتى سبق أنه عارضت النظام وصالحت ولكن هي موجودة على الأرض. النظام بيستهدف تدميره واغتياله، والحوادث كتير اللي بتأكد على هذا الشيء. بالإضافة لهذا الموضوع في مجموعة ملامح عم يبني عليها ليستر التحليل تبعه. أول شيء ونحن عم نحكي من الأخير إلى الأول، الصراع اللي صاير بالمنطقة ما بين إسرائيل والفصائل الإيرانية، تمدد هاي الفصائل الإيرانية للمنطقة كمان عم يشيع نوع من البلبلة وعم يشيع نوع من عدم الاستقرار، بالإضافة للقصف اللي عم يصير على هاي المناطق، كمان الحوادث كتيرة وما في داعي نذكرها بهاي اللحظة. بالإضافة لهذا الموضوع عنا هاي المنطقة صارت بؤرة من بؤر تهريب المخدرات المركزية، مو بس بالمنطقة، بالعالم كله. يعني هلأ حاليا أي حدا بده يحكي عن تهريب المخدرات في سوريا أو حالة الكبتاغون بهالمنطقة دغري بيقول لك سوريا محافظة درعا ممرات الحدودية مع الأردن. يعني النظام عم يخرب مو بس على مستوى الفصائل والاشتباكات والاغتيالات، إنما بيهدف أن يحول هالمنطقة إلى حالة من الفوضى ممكن يمر من خلالها الكبتاغون باتجاه الدول اللي بيستهدفها بشكل أساسي دول الخليج عبر ممر هو الأردن. طبعا أيادي الفصائل الإيرانية، فصائل الشيعية المتحالفة مع النظام واضحة بالموضوع، لأنه أغلب المعامل بحسب كل التجارب اللي صارت سابقا
أغلب المعامل هي عم تشتغل تحت غطاء من قبل هاي الفصائل. بالإضافة لهذا الأمر، عم نشهد خلال الفترة الماضية ظهورات وعودة لتنظيم الدولة داعش، عم يحاول يتمدد، بيستغل هذا الوضع بحيث يجند مقاتلين وبنفس الوقت يعمل بعض العمليات اللي ممكن تستهدف قوات النظام وممكن تستهدف فصائل محلية ما بيرضى عليها، أو عم تشتغل بالتعاون مع التحالف الدولي اللي تشكل من أجل القضاء على هذا التنظيم. كل هاي الأشياء اللي بيبني عليها ليستر تحليله، بالإضافة للوضع المعاشي السيء على العموم عند كل الناس في سوريا وفي مناطق سيطرة النظام بشكل خاص، هذا كله بيولد نوع من الضيق، بيولد نوع من الغضب عند الناس. هاي الأشياء كلها ممكن تؤدي إلى انتفاضة جديدة وإلى ثورة ربما تكون مختلفة بشكل أو بآخر عن الانتفاضات السابقة، ولا سيما ثورة 2011. بعد هذا الكلام ممكن يجي حدا يقول أنه هذا التحليل ناقص، لأنه عم يفترض بأنه الثورة توقفت وأنه احتمال يصير في ثورة جديدة. أنا أوافق الأشخاص اللي بيقولوا هذا الكلام، لسبب أنه الثورات بتمر بعدة مراحل، منها خفوت ومنها هبوط ومنها تصاعد، وأحيانا بتمر بوضع سكوني. الحالة الموجودة بهاي المناطق هي شبه خفوت مع سكون لوضعية الثورة، الثورة اللي نحن بنعرفها، لكن كل العوامل اللي بتخليها تتفجر بأي لحظة من اللحظات موجودة. كلنا عم نشوف انه كل الاتفاقيات للمصالحة اللي صارت ما تم تنفيذها، النظام ما افرج عن المعتقلين، وبالإضافة لهذا الامر اصلا البلد كلها واقفة على كف عفريت، لانه ما في اي مشروع بيؤدي لعملية انتقال سياسي والى تغيير الوضع اللي ادى لحصول المشاكل او الازمات السابقة. اذا الوضع مرشح للتفجر، الوضع قابل بشكل او باخر لحصول انتفاضة، ربما هاي الانتفاضة قد تكون عنيفة جدا وتنهي سيطرة النظام مو بس على هاي المناطق، ربما على مناطق تانية. هل كلامنا هو تحريض؟ أكيد ما هو تحريض، لأنه هذا الكلام هو توصيف للأشياء اللي عم تصير على أرض الواقع. لوين ممكن توصل الأمور؟ هذا الموضوع بيحدده أبناء المنطقة، الناس اللي عايشة على الأرض هي اللي بتقرر وين بدها تروح، وأي كلام بيجي من الخارج هو مجرد تكهنات ومجرد تحليلات. مثل ما أنا هلأ عم بحكي، تشارلز ليستر عم يحلل وآخرين كمان عم يتحدثوا على أنه في كذا وفي كذا وفي كذا. ليش عم نحاول نقدم هاي التحليلات أو عم نحاول نحكي بالأمر؟ لأنه في أشياء تحدث على الأرض لازم الواحد يلفت الانتباه لها، من أجل أنه أصحاب العلاقة يفكروا بشكل أو بآخر بإما تجاوزها أو البناء عليها في حال كان عندهم مشروع ما أو مخطط ما، بحيث أنه ينتقلوا من الحالة السيئة إلى الحالة الأفضل. إذا عجبكم هذا الكلام، يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وإلى اللقاء.